بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو نطق كلمات حصة 6 ابتدائي يوم الخميس 7 ديسمبر. بنبدأ مع بعض الكوانتيفايرز الجميلة. كيلوغرامات ليترز لترات ملليلترز ملليلترات سبونز ملاعق باكيجز عبوات أو حزمات كانز علب صفيح. ده الواجب بتاعنا والتحضير والترجمة ونكمل كلماتنا الجميلة. بيرلي شعير أو بالكاد. فيستيفالز احتفالات أو مهرجانات. هيربز أعشاب أو نباتات طبية. بينتينجز رسومات أو لوحات زيتية. لينتلز عدس. جيز طيور الأوز. فيجز تين. سولت ملح. فانيليا. فلود فيضان أو يفيض. ويت قمح. الليتش هنا سايلنت. كريم قشطة أو كريم. سويت حلو المذاق أو حبة حلوة. آجار برطمان. آن إسنس مستخلص أو خلاصة. جارليك ثوم. بروبابلي من المحتمل. ديتس بلح أو تواريخ أيام أو مواعيد. سبايسز توابل. ريتش غني. دارك شوكولات شوكولاتة داكنة. جوايد يجفف جفافة. preserved يحفظ أو يحتفظ به. grow يزرع ينمو ينمي. keep kept يحفظ يحتفظ برضه وبمعنى يربي. depend on يعتمد على. taste better يبدو مذاقه أفضل أو له مذاق أفضل أو أحسن أو أجود. take care المفروض تبقى take care of بمعنى يعتني به، لأن take care بس ممكن تيجي بمعنى احترس أو احذر أو انتبه. come from يأتي من. دي بعض التعريفات الجميلة. حفظ واجب برضو ومترجمة. نرجو التركيز والمذاكرة وربنا يوفقكم إن شاء الله. عندنا بعض الكلمات برضو خاصة بالكاونتبل وانكاونتبل ناونز، الأسماء المعدودة وغير المعدودة. an apple تفاحة. a leaf ورقة شجر. a ticket تذكرة. الجمع بتاع كلمة apples تفاح. leaves أوراق شجر. tickets تذاكر. rice أرز. money نقود أو مال. sugar سكر. water ماء. oil زيت أو بترول. honey عسل. طبعا كلها أسماء لا تعد.
ادي مجموعة من الكوانتيفايرز زي ما قلنا. كلمة a few قليل من, a little قليل من, a lot of كثير من, وطبعا دي لها شرح, وعندنا some وإني, والكلمات الجميلة قاعدة لذيذة ديت. هنستمتع بها الحصة الجاية, وبكده انتهت الحصة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.